طلاب تسمعون؟ هسه جاء صوت دكتور. ها هسه جاء صوت. هسه جاء صوت، ما كان اكو صوت. ما تغيرون هذا الفورم مال 100، ما بعرف شنو صار، ما بدي احاول بينه. كان غير شكل. تمام. ايه صار. زين. هسه التسجيل غير اشتغل التسجيل ما؟ زين. بسم الله. هسه قد تسمعوني كلكم؟ تسمعون؟ نسمعك دكتور، نسمعك واضح. ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ذاك الاسبوع اخذنا الهيموراجيك ديس اوردرز، فبدينا بالبليتلت ديس فانكشن او بليتلت ابنورماليتي، وحكينا ايضا على الباسكولار ابنورماليتي. فاليوم ندخل بالكوجليشن ابنورماليتي والامراض اللي تصيب الكوجليشن والفحوصات الجنجريه. فمثل ما تعرفون الكوجليشن اما انترنسك باثوي، هذا رقم 12 يتحفز يصير رقم 12 اكتف، وبعدين رقم 11 11 وهكذا 9 و8 كل يسموه انترنسك باثوي. قلنا دول نفحصهم الفحص مالتهم عن طريق الاي بي تي تي. الاكسترنسك باثوي اللي عاده يصير خارج الاوعيه الدمويه او في داخل الاوعيه الدمويه، بس بالجدار ماتس، يعني ما بالكونستيتوف، يعني ما يقابل الدم تشو بالايدر نعم. اشنو دكتور؟ ماكو شاشه. ماكو شاشه، ما يبين. ماكو شاشه. مش مشكله مع الشاشه ما بطيخ. هسه تشوفون الشاشة؟ تشوفون الشاشة؟ نعم دكتور. هسه تشوفون الشاشة غير خير ان شاء الله. زين. بس شوفوا الشاشه وتسمعون الصوت ما تمام؟ تمام دكتور، صوتك واضح دكتور. قلنا ذاك الاسبوع قلنا الفاسكولار سيستم مقابل البليتلت ابنورماليتي، واليوم نبدا نحكي على الكوجليشن ابنورماليتي والديزيز الصيبيه، الامراض الصيب الكوجليشن. فالكوجليشن ابنورماليتي تنقسم الى الانترنسك باثوي، هذا اللي ما الدم يصير تخثر من داخل الدم نفسه، او لما خلي الدم في تيوب من كونتاكت فاكتور، هذا رقم 12 ورقم 11 ورقم 9 ورقم 8 والكالسيوم. بعدين وعندنا ايضا اكسترنسك باثوي، لما الدم يطلع خارج الاوعيه الدمويه او يقابل عضلات من الاوعيه الدمويه، يعني ما بالاندوثيليوم، زين، او لما يطلع الدم في مثلا بالكدني بالبرين بالانتست، زين، اي مكان يقابل بيه التشو، فيصير عندنا التشو فاكتور اكتيفيشن، هو رقم 3. بوجود فاكتور 7 عايز عندنا اكتيفيشن اوف بلاد كلوتينج او بلاد كوجليشن. هذول اثنين من الاكسترنسك باثوي، هذا اكسترنسك من اسمه اكسترنسك يعني خارج الاوعيه الدمويه، زين، والانترنسك
داخل او عده مويه او او في مختبر. هذول بعدين يحفزون الكومن باث واي، بعدين تحول الكومن باث واي، اللي هو الكومن باث واي يبدا برقم 10 تحول لاكتف 10 بوجود فاكتور 5 اللي هو لابايل فاكتور والكالسيوم، يحولنا بروترون بيسابق الخطرين الى ترومبين، وبعدين الفايبرين يجي يتحول الى فايبرين، والفايبرين حتى يستقر زين ستيبلايز لازم احتاجه فاكتور رقم 13 فاكتور 13. بس راح ناخذ ال abnormality of coagulation، ايش عندنا امراض تصير بالكوغليشن؟ We have inherited disorders of coagulation، امراض وراثيه تورث من الابوين الى الاطفال او للابناء. Of these coagulation factors deficiencies، في عندنا انواع من الكوغليشن فاكتور ديفيشنسيز اللي هي انهيريتد. الفاكتور A deficiency is the important one, very important. It can lead to hemophilia A أو von Willebrand disease. اللي يسموه الفاكتور A deficiency. ليش النقص بالفاكتور A راح يصيب له مرضين هيموفيليا و von Willebrand؟ لأنه بالحقيقة الفاكتور A مو عبارة عن مادة واحدة. It's not one substance. It has two substances or two fractions, جزئين. لازم فاكتور 8 is now considered to be a complex of two components. يعتبر هسه هو عبارة عن معقد من جزئين رئيسيين. The larger of the two، يعني الجزء الكبير من يسمون فاكتور 8 von Willebrand factor. الفاكتور 8 von Willebrand factor اللي حكينا عنه قبل البداية بالهيموستاسيس، قلنا von Willebrand هو يلصق لنا الاقراص مع سب اندوثيليوم، ما حكينا على ادهيجن وبعدين اجريجيشن بليتس، فقلنا البليتس سي ادهيرنس سي بي ادهيرنس تو ذا سب اندوثيليوم باي ايش؟ باي von Willebrand factor اللي هو جزء من فاكتور رقم 8. هذا الفاكتور اللي مسؤول عن التصاق الاقراص مع الاوعيه الدمويه is coded by autosomal gene. زين autosomal gene. يعني اسمع توتسومال، يعني الجينات الموجودة المسؤولة عن تكوين هذا الفاكتور أو البروتين أو العامل موجود على أوتوسومال كروموسومز. عندنا تعرفون عندنا 23 زوج من الكروموسومات، من واحد لاثنين وعشرين يسموه أوتوسومال كروموسومز، ورقم 23 الزوج رقم 23 يسمونه سكس كروموسوم، اللي بالفيميل XX والميل يكونون XY. فالجيل المسؤول عن تكوين von Willebrand factor اللي هو جزء من الفاكتور 8 هو اوتوسومال جين، بحقيقة موجود رقم 12 كروموسوم رقم 12. على كل هو عبارة عن اوتوسومال جين and it is deficient in von Willebrand disease. الجماعة اللي عندهم مرض اسمه von Willebrand راح يصير عندهم نقص هذا المادة، هذه المادة. هاي المادة ايش تعمل؟ It promotes primary hemostasis by interacting with the platelets. انه سرعنا وتبدينا في عمليه زين الهيموستاسيس اللي قلنا ايقاف النزف باي انتراكتنج وذ بليتس، اللي هي تعملنا التصاق الاقراص مع السب اندوثيليال كولاجين. هاي الوظيفه الاوليه مال هذا von Willebrand. ايضا von Willebrand هو عباره عن كارير، يعتبر كارير اوف سمولر كومبوننت، يعتبر حامل للجزء الاصغر من فاكتور 8 اللي هو فاكتور 8 كوغلنت اللي نرمز له فاكتور 8 يخليه مو سي. البون البراند نرمز له الشكل فاكتور 8 يمو ار، يعني تا ريليتد وون البراند فاكتور بون البراند فاكتور. فهسا انا اعيده مره ثانيه، البون البراند فاكتور هو الجزء الاكبر من فاكتور 8 ومسؤول عن ساق الاقراص مع الاوعيه الدمويه، وايضا وظيفة أخرى اللي هو أنه يعتبر حامل زين أو كارير أوف ذا سمولر كومبوننت اللي هو فاكتور 8 كوغلنت اللي نرمز له فاكتور 8 سي. هذا فاكتور 8 سي
اللي انت الجين المسؤول عنه، الجين المسؤول عنه بالكروموسومات موجود على الاكس كروموسومز، اذا هو اكس لينكد جين present on اكس كروموسوم. هذا الفاكتور 8 كوغلين والبارتيسيبيت يعني يدخل او يشارك داركلي انت كاسكيد كلوتينج رياكشن اللي يدخل في عمليه التخثر، ويكون ناقص في حاله الكلاسيكال هيموفيليا، هيموفيليا المشهوره المعروفه. هذول صار عندهم مادتين، صار عندنا بونيو براند وعندنا فاكتور 8 كوغلنت، اثنين من هذول تابعين فاكتور 8 بس كل واحد الجينات ما تختلف. زين هذول المادتين اذا نعمل لهم اما نعمل لهم اسايمنت ايش نعمل لهم فحص، اما بال يعني نعمل اي بي تي تي مثلا ونشوف انه عايز عندي برولونجيشن اوف اي بي تي تي، او نقدر نعمل لهم immunological استيميشن يعني نقدر نعمل فحص عن طريق الانتيجين انتيبودي رياكشن ونشوف الكميه ما تم بالضبط. فلما نفحصهم عن طريق الانتيجين انتيبودي رياكشن يسمونه انتيجين فونول براند انتيجين اور فاكتور 8 كوغلنت انتيجين، هذول يسموه انتيجينات. نعم عندنا هيموفيليا اي كده ختمها قبل حتى بالاعداديه، هيموفيليا اي يسمونه مرض الناعور او النصف الوراثي، مرض النصف الوراثي هيريديتري ابنورماليتي اوف كوغليشن، هو عباره عن مرض مورث يتعلق بايش بالكوغليشن في التخثر. زين السكس لينكد، ايش معناته السكس لينكد؟ يعني مثل ما حكينا قبل شويه الجين مسؤول عن الفاكتور 8 كوغلنت هو سكس لينكد موجود على الاكس كروموسوم، ولهذا الهيموفيليا اي اذا اكو مشكله فيها راح يصير عندنا affecting the males والfemales are carrier any sex linked disease، الميل يكون diseased او مصاب او مريض والfemale تكون carrier حامل المرض. هسه نجي ناخذ هذا الشخص مصاب ميل رجال بنتزوج وحده زوجته طبيعيه اكس اكس، بس هو ايش عنده؟ هو عنده اكس واي طبعا، بس الاكس ماتوا بينو عنده نقص في الجين المسؤول عن تكوين الفاكتور 8، فكده علمناه انه في بعلامه معينه، هذه علامه تبين انه هذا هو ابنورمال اكس كروموسوم. فهذا الشخص مصاب ديزيز يعني عنده مرض ديزيز. ليش عنده مرض؟ لانه ما عنده اكس اللي كروموسوم حتى تعوض، عنده اكس وحده موجوده ومصابه. فهذا الميل الهازبند الزوج شنو الديزيز، اذا تزوج وحده طبيعيه فكل اطفاله كل اولاده will be normal all the sons will be normal. ليش؟ لانه السونز الاولاد باتوا ما حتعيم اكس، راح تعيم ايش؟ راح تعيم الواي، راح تعيم الواي كروموسوم، والاكس تجي من ايش؟ من الاماء اللي هي سليمه، الاماء تكون سليمه. فالاولاد مات all sons of the diseased male are normal و all daughters of the diseased male are carriers، يعني كل بناته هذا الشخص المصاب بالهيموفيليا اللي يتزوج وحده طبيعيه بناته حيكونون كارير لانه هو راح يعيم الاكس كروموسوم. اذا اخذتها المفروض سابقا توفت النور. اذا وحده كارير هاي ما كارير، ليش قلنا كارير؟ عند اكس كروموسوم اب نورمال جين بينو مسؤول عن تكوين الفاكتور 8 ناقص، فالكروموسوم الاخر هو هي عند اكسين كروموسوم اكسين، الاكس ده طبيعي، فهذا الاكس الطبيعي يعوض عن النقص الاكس ما طبيعي. فهذه المرأة الام اللي تزوجت زوج نورمال راح يجون 50% of daughters 50% من بناتها راح يكونون ايش يقولون كارير، لانه ممكن تطعيم الابنورمال كروموسوم. و 50% of the sons و 50% من اولادها راح يكونون ايش يكون ايضا مصابين، 50% من الاولاد يكونون مصابين او ديزيز و 50% من بناتها يكونون كارير.
انت شوية صنوبية واضحة ما يغالي شيء. زين كلينيكلي ايش البيشنت يجي على المستشفى وايش تعمل له فحوصات والهيموفيليا ميل تشايلد والسفر فروم ليدنج فولوينج سيركمسيجن. ليش قلنا ميل ما قلنا تشايلد بس تشايلد؟ لانه هو يصاب يصيب ليش الاولاد البنات يكونوا حاملين راح يجينا ولد وعنده بليدنج تندسي. ايش وقت يصير عندنا ايش نعرف بليدنج تندسي؟ من يجابه اول مشكله في حال طفل بعد كلته بتمدد ومقمر بس ايش وقت مثلا يبين بليدنج؟ لما نعمل مثلا عمليه سيركمسيجن لما انطهوا الطفل فمن راح ينطهوا راح يصير راح ما الدم ما يقف يصير عنده نزف راح يصير عندنا بليدنج افتر سيركمسيجن. بعدين من يبدا يحبي من يبدا يسحف يصير عنده بليدنج ان ذا جوينتس هيم الثروسس يوجوالي افتر كرونينج. كرونينج يعني زحف لما يبدا يسحف لانه هو عنده نقص فاكتور 8 فهذا الفاكتور 8 يمنع التخثر الدم راح يصير عنده نزف لانه راح ينطخ الطفل ما يسحف راح ركبه هيز نيز يعني المفصل الركبه راح يصير له نزف. هذا اكثر شيء عندنا موجود. طبعا ممكن البليدنج يصير اي اني وير ان ذا بودي بس هذه احنا نحكي على الواقع انه اول ما يبدا بالجوينتس عاده. سيفيريتي اوف هيموفيليا از جريدد according to the level of factor 8 coagulant in 2. مو كل المرضى اما الهيموفيليا هو نفس الكلينيكال برزنتيشن يختلفون من شخص الى اخر. اكو واحد عنده نزف بسيط اكو نزف قوي جن اكو نزف متوسط هذا يعتمد على كميه الفاكتور 8. سو سيفير هيموفيليا الفاكتور 8 مات كلش قليل يقولوا يكون اقل من 1% من الطبيعي وأقل من 1% من الطبيعي. الحالات الوسطى المودرت كيسز يكون الفاكتور 8 من 2 إلى 3% من الطبيعي. حالات البسيطة مالد كيسز أوف هيموفيليا يكون الفاكتور 8 كوأجلاند من 5 إلى 20% من الطبيعي. فعندنا ديجريز هذه طبعا اختلافات تعتمد على الجينات لأنه الجين مسؤول عن الهيموفيليا أيضا ما ببساطه الشكل عندنا يجي عن طريق المسنجر ار ان اي اكو باكو موجود جين نهائيا اكو مسنجر اكو ما يتفسر فاكو عندنا عده اشياء بالجينات فتختلف الكلينيكال بيكتشر مال البيشنت اكوردنج تو ذا جينيتكس وراثه. المريض اللي يجي عنده يشك بينه هيموفيليا او عنده نزف ايش راح نعمل له فحوصات؟ ايش راح يطلع لنا بالفحوصات؟ الاي بي تي تي قلنا الاي بي تي تي هو فحص مال انترنسيك باثوي من ضمن الانترنسيك باثوي فاكتورز هو فاكتور 8 راح يزداد الاي بي تي تي. اذا نعمل فحص عادي كلوتين تايم اللي ناخذ دم ونخليه بتيوبات جلاس تيوبس يعني ايكوال فوليومز ناخذ مثلا سي سي دم ونخليه بتيوب سي سي اخر نخليه بتيوب اخر وهكذا فاسي سي تيوبين او ثلاث تيوبات بعدين نخليهم بالووتر باث ونحسب الوقت في نص دقيقة نشيل الجلاس تيوب ونشوف كلوت صار ولا ما صار كلوت ونحسب المعدل مال ظهور الخثرة. فكلوتين تايم يطول من 4 دقائق من 3 دقائق 4 دقائق إلى 10 دقائق فهذا شوية التيست رف مو كلش دقيق لأنه يحتاج له إلى كل السيفير ديفيشنسي حتى يبين لأنه رينج بين واسع. فالكلوتين تايم either normal or increased إما يكون طبيعي أو بينه زيادة. إيش وقت يصير بينه زيادة؟ مثلاً واحد عنده سيفير هيموفيليا سيفير هيموفيليا هذا اللي حكينا عليه قبل شوية اللي يكون فاكتور 8 كوغلنت كلش قليل عنده فممكن الكلوتين تايم راح يصير بينه زيادة. البليدين تايم is normal فحص النزف اللي ناخذ تشكات نعمل بالفور آرم أو يعني بالذراع الوجه الامامي من الذراع نعمل تشكات ونحسب الوقت ما ننزف او اذا كان طفل نقدر نعمل له بريكس يعني نعمل تشكات بالايش بالاير لوبيوس يعني ايش نوع يعني شحمه الاذن ونحسب الوقت. البليدنج تايم هون راح يكون نورمال بالهيموفيليا ليش؟ لانه ما له علاقه لا بالبليتليتوني
ولا له علاقه بالايش؟ بالفاسكولار سيستم، له علاقه بالكوجليشن. هذول قدنا عليهم الثرومبوسايتوبينيا والفاسكولار بوربرا، ممكن نفحصها بالبليدنج تايم، لانه هذول راح يصير بروليونجيشن بالبليدنج تايم. ان كيس اوف كوجليشن ابنورماليتيز ممكن البليدنج تايم يكون نورمال. اذا نيجي نفحص الفاكتور 8 كوجلنت اكتيفيتي، هيكون قليل. الفاكتور 8 كوجلنت انتيجين اذا نفحصه جيني انتيجينيا عن طريق الانتيجي انتي بودي ام سي قليل. الفاكتور 8 فون ويلبراند، هذا الار فون ويلبراند انتيجين اللي قد جزء ثاني من الفاكتور 8 يكون نورمال. الفاكتور 8 فون ويلبراند الار يكون نورمال. نجي الموضوع الثاني هو الفون ويلبراند ديزيز اللي هو الجزء الاخر من فاكتور 8 ديفيشنسي. انهيريتد هيموراجيك ديزيز، ايضا مورث، مرض نسفي مورث. ان ويتش بليدنج تايم از برولونجد. ليش يعني برولونجيشن بليدنج تايم؟ لانه ما موجود الفاكتور 8 فون ويلبراند اللي مسؤول عن التصاق الاقراص من الاوعيه الدمويه. Due to deficiency of one vulnerable factor, يسمينه factor 8R, as this factor is important for platelet adhesion to vascular subendothelium. لأنه هذا العامل هو مسؤول عن التصاق الأقراص مع الأوعية الدموية مع الفاسكولار سبندوثيريوم. من جرح الاندوثيريوم راح تلتصق الأقراص مع الكولاج اللي تحت الاندوثيريوم، بس عندنا primary plug formation يعني أو سدادة بدائية. من يعمل هذا؟ الفون ويلبراند اللي هو جزء من عامل رقم 8. هسه صعدنا مرضين تابعين لل فاكتور 8 ديفيشنسي، واحد يسمونه هيموفيليا والاخر فون ويلبراند ديزيز. الانهيرتنس مالته الوراثه، نجي نعمل المقارنه. الانهيرتنس يعني الوراثه مالته بالهيموفيليا از سكس لينك ديزيز، ولهذا الميلز ار افكتد، الفيميل يكون كارير. اما الفون ويلبراند ديزيز اوتوسومال ديزيز يعني مورث عن طريق الكروموسومات الجسميه، ولهذا يكون الميل والفيميلز ار ايكوالي افكتد، يعني اثنين مصابون الميل والفيميلز. البليدنج تايم بالهيموفيليا يكون نورمال، بس فون ويلبراند ديزيز لانه مثل ما قلنا مسؤول عن التصاق الاقراص مع الاوعيه الدمويه راح يصير برولونجيشن، راح يصير زياده بالبليدنج تايم بالفون ويلبراند ديزيز. الفاكتور 8 كوجلنت والفاكتور 8 انتيجين اثنين بيصيروا ناقصين، اثنين ناقصين. اما الفون ويلبراند فاكتور، هذا الفون ويلبراند فاكتور يكون نورمال بالهيموفيليا ما ناقص، بل بالفون ويلبراند ديزيز يكون ناقص، هذا يصير ناقص بينه. ان الهيموفيليا نوعين او ثلاث انواع بالحقيقه، الاشهر ما فاكتور 8 ديفيشنسي يسمونه هيموفيليا اي، وفاكتور 9 ديفيشنسي يسمونه هيموفيليا بي. عدة ايضا رير فورمز يعني قليله امراض نادره الهيموفيليا سي اللي هو فاكتور 11 فاكتور 11 ديفيشنسي. فنجي على الفاكتور 9 ديفيشنسي يسموه هيموفيليا بي او تسميه اخرى يسموه كريسمس ديزيز. كريسمس ديزيز inherited disorder shows the same pattern of inheritance as hemophilia A. نفس الطريقة مال وراثة مال hemophilia A، نفس الشيء بالفاكتور 9 deficiency في hemophilia B. أيضا 6 linked يعني أيضا يصيب الذكور والإناث يكونون حاملين المرض نفس الطريقة، بس يختلف هوني العامل، هوني نقص رقم 9 وهناك رقم 8. same clinical picture، نفس القضايا السريرية يعني نفس ال اساسا symptoms، بس incidence of the disease، بس اشنو هو الفاكتور 9 deficiency الهيموفيليا بي اقل حدوثا، يعني اذا ناخذ خمس او ست حالات من المرضى الهيموفيليا بصوره عامه نشوف منهم خمسه هيموفيليا اي وواحد هيموفيليا بي. اذا هيموفيليا بي نفس الاعراض ونفس التشخيص زين مال هيموفيليا اي، بس اشهر نسبة الوقوع اقل. ليش لازم افرق بيناتهم؟ لانه العلاج بعده بيختلف. بالهيموفيليا اي نعطي نحن فاكتور 8 فاكتور 8 كونستريت يعني حظه فاكتور 8 من البلازما،
او نقدر نعملها اصطناعيا عن طريق الهندسه الوراثيه ريكومبننت انجينيرنج. فنقدر نعطي فاكتور 8 بالهيموفيليا اي، هون راح نعطي فاكتور 9. اذا الفرق بيناتهم عن طريق العلاج والتشخيص باتي نفس الشيء، اثنين اي بي تي راح يجيبون بيه زياده، بس اشو الفرق بيناتهم عن طريق راح نسموه ميكسينج، نعمل ميكسينج بالبلازما مع المريض مع مواد اخرى حتى نعرف انه هذا هيموفيليا اي ولا بي. هسه خلصنا انهيرتد كوغليشن ابنورماتي، العيوب التخثر الوراثيه. هسه نجي على عيوب التخثر المكتسبه acquired disorders of coagulation. نبدا بفيتامين كي ديفيشنسي. فيتامين كي ديفيشنسي، فيتامين كي از نيسيسري فور جاما كاربوكسيليشن اوف بريكارسرز اوف فيتامين كي اللي هي فاكتور 2 7 9 and 10. اكو عندنا فاكتورز ضمن الكوغليشن كاسكيد يسموه فاكتور يسموه فيتامين كي ديبندنت، تعتمد على وجود فيتامين كي حتى تتنشط. الفاكتور البروتين فاكتورز بصوره عامه تصنع بالكبد، بالكبد بس حتى تنشط قسم منها تحتاج الى فيتامين كي حتى تنشط. اذا فيتامين كي از نيسيسري فور جاما كاربوكسيليشن اوف بريكارسرز اوف فاكتور 2 اللي هو بروثرومبين واذر فاكتورز اللي حكينا عليها 2 9 7 10. هذا الفيتامين كي اتز ا فات سوليبل، يعني وذاب بالدهون، حاله حال الاي والدي والاي. زين نقدر نجمع نقول ايدك ايدك اي اي دي كي، هذول كلهم فيتامين كي فات سوليبل فيتامينز. المصادر مع فيتامين كي هو بالليف فيجيتابلز بالاوراق الخضراء، وايضا يصنع عن طريق النورمال انتستاينال فلورا، البكتيريا النافعه الموجوده في الامعاء هي تصنع لنا ايضا فيتامين كي. فيتامين كي از سينثسايز اور برودوس باي ذا نورمال انتستاينال فلورا. اشنو الاسباب ما نقص فيتامين كي؟ اذا نجي على نيونيتس اطفال حديثي الولاده اللي عمرهم اقل من الشهر او يسمينه ديزيز، هون اذا صعد ونزف المريض يسمينه خاصه يجون قبل وقت بريماتشور بيبيز يسمونه هيموراجيك ديزيز اوف ذا نيو بورن، مرض النزفي بالاطفال حديثي ولاده. ليش هوني اكثر من باقي الاطفال هالعمر هذا اقل؟ لانه بعد الانتستان الفلورا بعد ما تكونت ان هوم نورمال بكتيريا فلورا از نوت يت استابليش بعد ما تكون حتى تكونها فيتامين كي. نبات ايضا قابل فيتامين كي ديفيشنسي بالاطفال وبالاكبار ايضا تشيدن ان ادلتس، هذه يعزى الى ايش؟ المال نرشمنت، يعني سوء التغذيه مال نرشمنت. ايضا اذا ما ياخذ غذاء مضبوط بينه فيتامين كي مثل ما قلنا اوراق الخضراء، النبات ياخذ اوراق خضراء بس امتصاصه غلط ديكريز ابزوربشن بالياري اوبستركشن، لانه مثل ما قلنا هو الفيتامين كي هو عباره عن فات سوليبل فيتامين فيحتاج حتى يعني يمتص يحتاج له الى بايل، يحتاج له عصاره الكبديه عصاره الصفراء، فهذه البايل يعمل لنا يعني اول شيء يعمل له هضم الدهونيات ويحرر لنا الفيتامين كي حتى يمتص. فاذا كان عندنا ديكريز ابزوربشن ان بليري اوبستراكشن لما يصير عندنا انسداد بالقنوات الصفراويه مثلا عنده حصائي بالمغاره او بال قنوات الصفراوية راح تسد لنا مجرى البايل اللي هو مادة الصفراء، فما راح تنزل الامعاء، فلما ما تنزل بالامعاء ما راح يصير عندنا هضم ولا امتصاص بالفيتامين كي. وكذلك بالسيلياك ديزيز، هذا السيلياك ديزيز اللي هو دائما الحنطة، هذا اللي عنده حساسية من الحنطة راح يصير عنده اتروفي اوف ذا انتستاينال ميوكوزا، يعني الزغابات الموجودة بالامعاء تكون بها اتروفي، يعني يصير بها ضمور، ولهذا يتصاصح مع كل المواد، يصير عنده مال نرشمنت، يصير اندر ويت، ومن ضمن الاشياء اللي عانيها ايضا نبات نقص فيتامين كي. هسه اخذ فيتامين كي، اذا عنده واحد ليفر السبب الثاني ليفر ديزيز، كرونيك ليفر ديزيز، مرض مزمن في الكبد. ليش الكبد مهم جدا في عمليه التخثر؟
Liver is the site of synthesis of most of coagulation factors. معظم عوامل التخثر تصنع من قبل الكبد. معظم عوامل التخثر تصنع من الكبد. فإذا عندنا severe impairment أكو عطل أو ضعف بأداء الكبد severe impairment of the liver lead to a combined factor deficiency راح يصير عندنا نقص بعدة عوامل من ضمنها 2 7 9 and 10 وفايبرينوجين فايبرينوجين وصلنا بالكبد فايبرينوجين بالمناسبة الفايبرينوجين الليفل باتو 3 غرام بير لتر أو 0.3 غرام بير 100 سي سي 3 غرام بير لتر أو 0.3 نفس المعنى 0.3 غرام بير 100 سي سي فإذا صار عندنا واحد ليفر ديزيز مثل سيروسيس فايبروسيس او هيباتيتس سي مده طويله او هيباتيتس بي مده طويله راح يصير تاثر في عمل الكبد وما يصنع عندنا عوامل التخثر نفس الشيء لما نجعل مشكله بالكليه رينال امبيرمنت بدايه عجز الكليه او عجز الكليه لما ترتفع اليوريا والكرياتينين ويرتفع البوتاسيوم ويتاثر لنا على الاسيد بيز بالانس فنحن رينا امبيرمنت اذا واحد مريض عنده يوريميا يعني عجز بالكليه ممكن يشوف عنده نزف نوبات تفحصه ويطلع عنده نزف النزف في اليوريميا اللي هو عجز الكليه او رينا فيلر يعزز الاسباب التاليه انه ممكن يصير عندنا ثرومبوسايتوبينيا ممكن يصير عندنا نقص بالاقراص ليش؟ لانه الكليه مسؤوله عن تكوين الثرومبوبويتين والهيموبويتين اللي هما هرمونات اللي تحفز لنا النخاع العظم فيصير عندنا ما تشغل الكليه فهذه الهرمونات ما تفرز بس يصير عندنا نقص بالاقراص وبالكريات الدم الحمراء ايضا الاقراص حتى اذا تكونت البليتت تكون ابنورمالي فانكشنينج بليتت هاز ابنورمال فانكشن بليتت ديسفانكشن ليش؟ لانه اليوريا والكرياتينين تعتبر مواد سميه اذا تجمعت بالدم تؤثر على عمل الاقراص ايضا تاثر على عمل باقي العوامل التخثر نفس الشيء عن طريق الدايركت افكت ممكن البيشنت اوف رينال امبيرمنت رينال فيلر راح ينتهي بالدي اي سي الدي اي سي راح نشرحها قبل شوي اللي هو انتشار غير طبيعي في التخثر في كافه انحاء الجسم نجي على الموضوع الاهم كل الموضوع مال اليوم هذا اهم موضوع اعطيكم الوارفارين ثيرابي طبعا هون قلنا نحن حكينا بداية أمراض وراثية تعمل نزف وعندنا الكبد وفيتامين كي والكلية هاي أيضا تعمل لنا النزف بس نحن نبات نحن ننطي أدوية حتى تعمل نزف ليش نعطي أدوية تسيل الدم نعطي مميعات ما الدم نحن نحتاجها مميعات ما الدم إشكال مثلا واحد عنده ذبحة صدرية فممكن ينطوا بلافيكس اسبرين هذا يمنع التصاق الاقراص مع بعضها او ممكن ياخذ ثوم فهذا انتي بليتد يسمونه بس في بعض الاحيان لما يصير التخثر واضح ما يفيد الاسبرين لازم ننطي اشياء اقوى فنحن المريض عنده مثلا صار عنده تخثر بالساق دي فين ثرومبوسيس تخثر بالاوعيه الدمويه او بالاورده مع الساق ايش قد تصير هذه الحاله خاصه بالنساء بالحوامل وكذلك لما تجيب المرأة لما يصير عندها ديليفري خاصة افتر سيزيريان سكشن اذا ظلت المرأة مستلقية في البيت فترة راح يصير عندنا تخثر بالساق اذا ما عملنا مساج مال الكالف مسلز يعني عضلات الساق وكذلك يصير تخثر دي فين ثرومبوسيس بس عندنا مثلا بالكسور واحد رجال كبير انكسر الحوض ماتو انكسر الحوض او الفيمر يعني كسب عظم الفخذ فما راح يتحرك فما يتحرك راح يصير تخثر بالاوريده مالته والساق المشكله بالتخثر بالاوريده والساق انه ممكن تنتقل الخثره من الساق تروح على اللنج يسموها اول شيء يسموها ديب فين ثرومبوسيس وبعدين يسموها بولمونري امبوليزم بولمونري امبوليزم ما بس هذه الحالات نحتاج ايضا مميعات الدم في حالات القلب المفتوح واحد مثلا عملنا له عمليه ما تبديل شرايين تبديل صمام زين تترالجو فالوت كثير اسباب نعطي مميعات مال الدم لما تصير خطره واضحه راح نبدا باعطاء مميعات الدم اللي هي اشهر شيء الهيبارين والوافرين
الهيبارين والوارفرين. نبدأ باثنينهم، نعطي هيبارين مع الوارفرين في نفس اليوم. الهيبارين يشتغل عن طريق انترافينوس او سبكوتينيوس انجكشنز تحت الجلد او بالوريد. ما سنعطي الهيبارين عن طريق العضله انتراماسكولار، لا حيصير عندنا بليدنج، حيصير عندنا هيماتوما، يعني اذا اعطيناه بالجلوتي ريجن حيصير عندنا هيماتوما، هيماتوما في منطقه الجلوتي ريجن، يصير عنده نزف. وايضا ما سنعطيه عن طريق الفم الهيبارين، لانه يقضى عليه من قبل الجاستريك جوس. الهيبارين الشغل مال الهيبارين انه وش يشتغل الهيبارين؟ لما يدخل داخل الدم راح يرتبط مع الانتي ثرومبين، الانتي ثرومبين اللي هو مانع مع التخثر، فيزيد عمله. It will enhance the action of anti thrombin. ولهذا الهيبارين من يدخل الدم راسا يشتغل ما يطول، يعني instantly يبدا راسا بالشغل مالته، لانه الانتي ثرومبين already present in the blood. فنحن نعطي الهيبارين والوارفارين. بعد يومين او ثلاث ايام راح نقطع الهيبارين ونستمر بالوارفارين. ليش نقطع الهيبارين؟ الهيبارين من نوت كونفينيت، ما ممكن يظل المريض ياخذ هيبارين. ما ممكن المريض، لانه هيبارين عباره عن انجكشن ابغ، نحن نفضل اورال حبايات نعطيه. فالوارفارين موجود على شكل حبايات، فنعطي نعطيهم اثنين وبعدين نستمر بالوارفارين. ليش بعد يومين ثلاثه نقطع الهيبارين ونستمر بالوارفارين؟ الوارفارين حتى يشتغل على ما يشتغل يغلو وقت. الوارفارين هو عبارة عن أورال أنتيكوغلنت، هسه نحكي عنه. الوارفارين ثيرابي أورال أنتيكوغلنت، حبايات تمنع التخثر. شغله تز أكت أز كومبيتيتيف إنهيبيتور أوف فيتامين كي، يمنع شغل الفيتامين كي. زين، يمنع إنهيبيتور أوف فيتامين كي. الفيتامين كي مثل ما حكينا هو تعتمد عينه عوامل اللي يسموه فيتامين كي ديبندنت فاكتورز. العوامل هذه قلنا قبل شويه هي تصنع، بس تصنع بالكبد، بس تتنشط حتى تصير منشطه وتشتغل بالتخثر تحتاج فيتامين كي. هذا الوارفارين يمنع شغل الفيتامين كي، يمنع هذا التنشيط، فيظلون هذول العوامل الخامله اللي هي فاكتور 2 7 9 10. فالمريض او التخثر نعطينه هيبارين ونفس الوقت نعطي الوارفارين. على ما يشتغل الوارفارين نقطع بقية الهيبارين، صار عنده ست انتي كوغليشن، صار عنده دواء يساعد على السيوله، ونستمر على الوارفارين. الوارفارين يجي على شكل حبايات الوان بيها، صفراء وحمراء وبيضاء، اشكال 1 ملي غرام، 3 ملي غرام، 5 ملي غرام. فهذا الدواء مال المريض. هذا الوارفارين لازم نضبط كميته، لانه زيادته عن اللازم احسن لنا نزف. وكذلك اذا اعطينا اقل الوارفارين من المطلوب عشان التخثر يعني ما حيفيد. فالوارفارين لازم نضبط كميه الدواء. ايش نضبط كميه الدواء مال الوارفارين؟ كنترول او سيطره على كميه الوارفارين اللي نعطيه المريض. هذا جدا مهم بالنسبه لكم بالمختبرات. تجيك على طول بروثرومبين، طبعا الفحص مال الوارفارين ثيرابي ايش نفحصه؟ عن طريق البروثرومبين. البروثرومبين راح تصير من زياده، راح تزداد الزياده، بس هالزياده مال البروثرومبين نحن قسيل الدم، نحن نعمل متعمدين نسيل الدم نخلي الدم ما يتخثر بنفس الوقت الطبيعي، شويه بين زياده، بس هالزياده لازم تكون محسوبه، لا تكون زياده فامر كثيره حتى تعمل نزف، ولا تكون زياده قليله حتى ما يفيد الدواء، لازم تكون محسوبه. فنحن لما يجينا مريض ياخذ وارفارين وبعث الطبيب بروثرومبين تايم، راح نكتب التقرير التالي. راح نكتب كنترول يساوي مثلا 13 ثانيه. التيست يقصد المريض او البيشنت، راح يطلع مثلا 25 ثانيه. نحن متعمدين لما نعطي وارفارين راح يزيد البروثرومبين تايم. فنحن الكنترول ايش معناته؟ يعني نورمال بيرسون. الكنترول من حظه مال بروثرومبين تايم، ناخذ دم من عندنا نحن، يعني ناخذ دم ونخلينه مع صوديوم ستريت ونفصل البلازما ونعمل عليه بروثرومبين تايم. هذا يعتبر كنترول او نورمال. طبيعيا البروثرومبين تايم تقريبا
من 11 الى 15 ثانيه، معدل تقريبا 13 ثانيه يطلع طبيعي. نحن المريض اللي ياخذ وارفارين يسموه التيست او البيشنت، هذا التيست او البيشنت، هذا المفروض يكون الوقت ما يطرح يكون اكثر من الطبيعي، لان احنا نعمل سيل الدم. بس هالكميه هذا الزياده راح نحسبها، عشان نحسبها نقسم التيست الوقت بال مريض على الوقت بالنا مال الوحي الطبيعي، يسموه تيست اوفر كنترول ريشيو ار. الار هذه الار راح تختلف المختبرات من مختبر الى اخر، من دوله الى اخرى، فحولوها من الار هذه الريشيو العادي الى اي ان ار، يسموه انترناشونال نورماليز ريشيو. انترناشونال يعني هذه صيغه معممه بالعالم كله يستفادون منها كل العالم، انت اي ان ار. فانت كلكم جيتك بالمختبر يقول لك بروثرومبين تايم نوبادي مع اي ان ار، او بايكتب انت لما يجي مريض عنده وارفارين ثيرابي ياخذ علاج وارفارين، فلازم تعملون تقييم مضبوط، تكتبون كنترول تيست واي ان ار، كنترول وتيست واي ان ار. ايش طلعت الاي ان ار النسبه العالميه، خلينا نقول عالي بالعربي، النسبه العالميه هذه انا ايش اسوي؟ تسوون الار العادي، هذا الريشيو العادي مرفوعه الى اس معين، ريز تو سيرتي فيجر، هذا اس، الاس يسمونه سنسيتيفيتي اندكس، رقم، هذا رقم سنسيتيفيتي اندكس، فيكس فيجر بروفايدد باي ذا مانيفاكتشرر اوف ذا كيت. كل كيت يجينا معانه الرقم هذا الاس يساوي فاض رقم معين، ممكن 2 1 8 10 1 ونص، هذا هو الاس. زين، فنحن نجي نقسم اول شيء التيست على الكنترول، نطلع الريشيو ار، بعدين نحولها هاي النورمال ريشيو، اليوجوال ريشيو، خلينا اليوجوال ريشيو العادي هذه، بعدين نحولها اي ان ار. الاي ان ار ايش راح يسوينا؟ ايش يسوينا؟ يسوينا ريشيو مرفوع الى اس معين، الاس هذه يسمونه سنسيتيفيتي اندكس، اللي هو الريشيو العادي مرفوع الى اس موجود بالكيت، رقم موجود بالكيت. نحن المطلوب منا الاي ان ار يتراوح بين 2 و 3 ونص، المريض اللي ياخذ وارفارين لازم الاي ان ار يطلع بين 2 و 3 ونص. اذا اقل من 2 الاي ان ار معناته المريض ياخذ وارفارين اقل من اللازم، يعني راح يظل عنده تخثر، كميه الدواء ما قد تكفي. اذا اكثر من 3 ونص اذا كميه الدواء القنطعينه اكثر من اللازم، ممكن يصير عنده نزف. ونحن لازم نخلي الاي ان ار بين 2 و 3 ونص. بالمناسبه هذول الريشيو هاي الار هي عباره عن تقسيم تيست على الكنترول، ما بيها وحدات، قد تقسم ثانيه على ثانيه تروح لوحدات. مثلا هسه اجيبكم امثله، هذا ما بيها وحدات، كذلك الاي ان ار هم ما بيها وحدات، الاي ان ار رقم فقط، رقم يطلع لنا بالاخير، يطلع 2 2 ونص 3 3 ونص 4. اذا مثلا المريض طلع اي ان ار مالته مثلا 7 او 10، ايش معناته؟ معناته عنده ياخذ وارفارين اكثر من اللازم، وارفارين اوفر دوز. اذا طلع الاي ان ار مالته مريض ياخذ وارفارين، الاي ان ار طلع مالته 1.5، معناته ياخذ اقل من الطبيعي، فحنزيد كميه الدواء. فنحن الطبيب ما الطبيب اللي بعث الفحص يعتمد على الفحص هذا، يعتمد على الفحص حتى نزيد او نقلل، فلازم الفحص يكون دقيق، لانه اذا غلطت انت بالفحص والمريض قام زيد الدواء مالته ممكن يصير نزف ويموت. لازم تضبط كمية الفحص عن طريق الاي ان ار. اجيب امثله، مريض مثلا عنده الكنترول ماته البيشنت التيست ماته 13 ثانيه كنترول، والبيشنت طلع 26 ثانيه، المريض طلع 26 ثانيه والكنترول 13 ثانيه، ايش قد الار؟ من يقدر يجاوبني الار ايش راح تكون؟ المريض 26 والكنترول 13، معاي انت ولا ما معاي؟ واحد منكم يجاوب دكتور. 2 2 عافية، ريشيو 2. اذا قلنا الاس 2 ايضا ايش راح يصير الاي ان ار؟ 4 عافية. زين، اذا الرقم ما 2 مثلا 1.5 الاس، وانا هطلعها بالجداول، اكو جداول عده موجوده بيش بالاي بي تي تي كيت، موجود بالجداول، فنطلعوا لي التيست ايش قد طلع، ايش قد طلعت الار وايش قد طلع الاي ان ار. فالاي ان ار لازم تراوح بين 2 و 3 ونص. زين، اذا مريض اخر، خلينا نجيب لكم مثال اخر،
مريض هياخذ وارفرين. طبعا هاي كثير اطباء يبعثوا مثلا البروترومينتان بعد 3 أو 4 أيام من الفحص، بعد 3 أو 4 أيام من الفحص، من عفوا من اعطاء الدواء 3 أو 4 أيام. فشنو مثلا نعمل له فحص الكنترول مثلا 13 ثانيه، التيست بعد ما لحق اشتغل الدواء بصوره صحيحه، فطلع مثلا طلعت 16 ثانيه. الاين ار راح يكون قليل، الريشو راح تكون قليله، فالاين ار ايضا راح يكون قليل. فالطبيب راح يبدا يزيد الدواء، بس هو ما نقول له نحن المريض من يجينا بعد 3 أو 4 أيام بناخذ الدواء وطلع الريشو قليل، نقول له تعال بعد اسبوع، لانه على ما يتكوم الدواء حتى يبين مفعوله. بعد اسبوع 10 ايام يكون الفحص اوضح وادق. الهيبارين لما نعطي هيبارين للمريض نعطيه مثل ما قلنا 2 أو 3 أيام، لكن في بعض الأحيان نحتاج إلى هيبارين فترة طويلة، مثلا بالجلطات مثلا بالمستشفى أن بوتلز يعني فيالات بها هيبارين، هيبارين السابق الموجود، هاي يسموها الترديشن هيبارين المتعارف علينا. هسه حاليا اكو أبر يسموها كليكسان، هذه الأبر عبارة عن هيبارين بس اشنو لو مولكيولار ويت هيبارين، ينعطي عن طريق تحت الجلد، فهذا ما تحتاج له كنترولينج، ما تحتاج له ضبط كثير لانه محسوب الكميه. بس بالهيبارين السابق اللي نستعمله لحد الان نحن اللي عن طريق ناخذ كميات محسوبه نص سي سي ربع سي سي من الهيبارين ونعطيه كل ساعه، هذا كميه الهيبارين لازم نضبطها. ايش نصير الضبط مال كميه الهيبارين؟ عن طريق هذول الفحوصات الكوجليشن تايم، الثرومبين تايم، الاي بي تي تي، هذول الفحوصات هي تضبط لنا كميه الهيبارين. نحن مثلا بالاي بي تي اهم فحص هو الاي بي تي تي. مريض ياخذ هيبارين مثلا 3 أو 4 أيام اسبوع، فانا ما قد نعرف الدواء الهيبارين كميته قليله كثير، فنبعث اي بي تي تي. الاي بي تي تي نورمال خلينا نقول اشقى 30 ثانيه. جاء مريض ياخذ هيبارين عملنا له اي بي تي تي طلع 45 ثانيه. هذا معناته مره ونص من الطبيعي. هذا المرة مرة ونص من الطبيعي هذا كافية، يعني هو لا زيد ولا ينقص، عادة نختار احنا 1.5 times of the normal ضعف ونص من الطبيعي. إذا طلع مثلا الوقت بدأ 30 ثانية طلعت 90 ثانية معناته ياخذ أكثر من لازم يبارين. إذا طلع الـ APTT مثلا نفس الوقت مال نورمال مثلا 30 طلع 35 ثانية كلش قريب من النورمال، معناته المريض ياخذ هيبارين قليل. فنضبط كمية الدواء او الهيبارين ثيرابي عن طريق فحص الاي بي تي تي. بالمناسبه الهيبارين مثل ما قلنا نعطينه بالديبير ثرومبوزز والبلمونري امبوليزم. بالحوامل اللي يصير عندهم تخثب المشيمه العطوه يبعثوا لكم انتي فوسفوليبيد انتي ديدام عفوا انتي فوسفوليبيد انتي كارديوليبين، فحوصات هذه سي بروتين اس بروتين، هذه بالحوامل اللي يصير عندهم نوبات كثير ناس يصير عندهم ابورشن يعني طاح تقع ملتيبل ابورشن او ريبيتد ابورشن، فهناك الوقت يفحصون يبعثون فحوصات يشوف عنده تخثر فيطعون مانع من التخثر. هون المانع من التخثر لازم نعطي هيبارين ما نعطي وارفرين، هيبارين فقط. ظل طيلة فتره الحمل تنعطي هيبارين. ليش تنطي هيبارين ما نعطي وارفرين؟ الوارفرين يعمل على الجنين ويعمل تيراتوجينيك ايفكت، يعني يعمل تشوهات بالاطفال، ولهذا نختار الهيبارين اللي ما يعمل تشوهات. فظل المراه الحامل طيله فتره الحمل على الهيبارين، وعاده نختار الكليكسان اللي ما كثير بينه يحتاج له ضبط لانه محسوب الكميه مالته، كميه محسوبه يوميا 4000 وحده حسب وزن الحامل او 6000 وحده، فنعطي يوميا تتعطي هي تتعلم تاخذها تحت الجلد الحامل. الهيبارين ثيرابي في حالة التخثر بالمشيمة ينعطي عن طريق السبكوتينيوس كليكسان اللي يطعيله أيضا بالكوفيد حاليا، بالكوفيد إذا صار التخثر دي دائما طلع واحد عنده طلع عنده عيل ينطي الكليكسان اللي هو سنثسايز هيبارين، هيبارين مصنع له مولكيولر ويت وزنه الجزيئي مالته صغير. نجي على الموضوع الاخير مالنا ديسمنت انتراماسكول كوجريشن.
التخثر الدم المنتشر في الأوعية الدموية، تخثر الدم وايد سبريت ديبوزيشن فابرين ان ذا سمول فيزلز اوف ماني اورجانز كوزينج تيشو نيكروسس. وايد سبريت ديبوزيشن اوف فابرين ان ذا سمول فيزلز اوف ماني اورجانز كوزينج تيشو نيكروسس. ليش يصير عندنا تيشو نيكروسس؟ عشان عندنا اسكيميا متمام، لما يصير تخثر ما يمشي الدم بس عندنا اسكيميا، نقص ترويه، نقص اكسجين وجلوكوز. ايضا يؤدينا الى مالتيبل اورجان ديس فانكشن او فيلر، اثرنا على وظائف كثير من الاعضاء من ضمن خاصه الكبد والكلي، خاصه الكليا الدياسي. وايضا يرافقه نزف. اذا المرض راح يصيب شيئين لحد الان، تخثر واسع ومنتشر في كل الاوعيه الدمويه ومعانه نزف، لانه راح يصير عندنا استهلاك بالاقراص ولا عوامل التخثر، راح يصير استهلاك بها. وايضا من يصير تخثر كثير كبير راح يصير الفايبرينوليتيك اكتيفيتي، يعني تحطيم الفايبرين، الفايبرين ما يظل موجود كله، عبد البلازمين يكسرون الفايبرين يحولوه الى دي دايمر، دي دايمر. فالدي اي سي الفحص الدي دايمر راح يكون بالمرتفع. هسه صار عندنا نقطتين رئيسيتين، التخثر منتشر في كل الجسم، وايضا التخثر والنزف. التخثر يعملنا اسكيميا، والنزف يصير يطلع دم، زين بليدنج يصير عندنا. وايضا دي دايما راح يزداد. يرافق هذا الشيء يصير ايضا هيموليتيك انيميا. فاذا هذا مرض خطر عنده عده مظاهر، مظاهر التخثر، مظاهر النزف، ومظاهر التحلل. مايكرو ادجيوباتيك هيموليتيك انيميا از ا كومن اكومبننت، يعني مرافق للمرض. سبب الدي اي سي اكستنسيف دام، واحد عنده حرق كبير، يعني مساحه سطحيه من الحرق كثير، لان تعرفون الحروق نحسبها البرسنتج ايش قد ذاتي 60% 70% 80% من سطح الجسم. فاذا صار عنده حرق كثير معرض للدي اي سي كثير. السبتسيميا تسمم الدم بالبكتيريا او بنواتج البكتيريا اللي هي التوكسينز مال البكتيريا. الحقيقه فرق بين السبتسيميا والبكتيريا، بكتيريا معناتها بس بكتيريا بالبلد، بس سبتسيميا معناتها ذير از ملتبلاينج بكتيريا، بكتيريا قد تتكاثر وتنتج لنا سموم. السبب الاخر مع الدي اي سي هو الشوك، الصدمه، الصدمه النزفيه، الصدمه العصبيه، الصدمه السيبتيك شوك، الجرثوميه، كلها انواع من الصدمات. ليفر ديزيز، اذا صار عنده واحد ليفر ديزيز فطول فتره طويله ممكن يعني يصير بينه كومبليكيشن، يصير بينه اختلاطات، يصير عندنا دي اي سي. رينال ديزيز ايضا، رينال فيلر ممكن يصير عندنا ايضا دي اي سي. مهم جدا هذا اخر شيء، الكومبليكيشنز اوف ليبر، مضاعفات الولاده، الليبر الولاده يعني ديليفري. بالولاده ممكن يصير عندنا ريترو بلاسنتر هيموريج او امنيوتيك فلويد امبوليزم. امنيوتيك فلويد امبوليزم، الامنيوتيك فلويد اللي يسموها السائل الامنيوني الموجود حول الطفل، هذا موجود معزول. هذا اذا صار عندنا دخل هذا السائل الى داخل سيركوليشن مال المراه مال الاماي، زين، عن طريق مانيبيوليشن، يعني مثلا تولد المراه ودخل قسم من السائل بالفيزلز، لان تعرفون قاعد يصير عندنا لما يصير عندنا دليفري راح تنفتح الاوعيه الدمويه مال الفيميل والبلاسينتا، فممكن قسم من الامنيوتيك فلويد يدخل داخل السيركوليشن. الامنيوتيك فلويد السائل الامنيوني يحتوي على فاكتور 3 تشو فاكتور، فراح يعمل لنا تخثر، وتخثر كبير جدا بالاوعيه الدمويه يسموه دي اي سي. هذا بعرف انا الفيديو ايش اسمه الباوربوينت الاصلي ما اطلع، يعني طلعت باوربوينت قديمه، هي موجوده عندكم الاصلي، موجوده عندكم بعثت لكم اياها. زين الدي اي سي البليدي ايش راح يصير؟ نعيدها مره ثانيه، ايش راح يصير عندنا؟ بليدنج، بليدنج ليش؟ ليش عندنا بليدنج؟ كونسومشن كوغلوباثي، يعني عيوب التخثر نتيجه الاستهلاك، استهلاك كونسومشن، يعني ايش لما يصير تخثر كثير البليتت كلها راح تنقص، راح كلها تستهلك في عمليه التخثر. سو سيفير بليتت ديفيشنسيز، سيفير ثرومبوسايتوبينيا،
ايضا عوامل التخثر كل واحد تنقص. انا شوي للاسف تنزل لي جوا الكوجليشن فاكتور ديفيشنسي. اذا ليش تنقص العوامل؟ ايضا تتخفي عمليه التخثر. من يصير تخثر عندنا راح يصير عندنا فايبرين لايسيس، راح يبدا عمليه تحطيم الفايبرين، راح يزداد ايش؟ الدي دايمر والاف دي بي. اذا ثلاث اشياء عندنا رئيسيه تعملنا بليدنج، نقص الاقراص الغير ما طبيعي، وكذلك نقص العوامل التخثر، لانه كلهم يشاركون في التخثر. ولما يصير تخثر راح يصير عندنا فايبرين لايسيس، راح يصير تحطيم بالفايبرين ويزداد الدي دايمر. قلنا يرافق عملية التخثر يرافقها هيموليتك انيميا. ليش عندنا هيموليتك انيميا؟ هسه تعبكم اوعية دموية صار داخلها فايبرين، الفايبرين اكستنسيف يعني كلش كثير، فايبرين كثير او كبير في الاوعية الدموية على شكل شبكة، تعرفون الفايبرين او خيوط، فهاي الشبكة اللي داخل الاوعية الدموية راح تعرق لنا مسيرة الدم سيركوليشن اوف ذا بلاد فلو اوف ذا بلاد. فتجي الار بي سي، هاي الار بي سي شكله طبيعي، تجي على الفايبرين، الفايبرين راح ايش راح تطخ الفايبرين، راح يصير عندنا ميكانيكال دامج، راح يصير عندنا تحطم ميكانيكي بالاوعيه الدمويه، بالعفو بالار بي سي، تحطم طبيعي تحطم ميكانيكي بالار بي سي، تحطم من شكل الار بي سي طبيعي، هاي ار بي سي طبيعي، هاي شكله طبيعي، قابلت من الفايبرين تكسر بين شكل نجمة بين على شكل مثلث أشكال وع هي عبارة عن نواتج يسموها RBC fragmentation تكسير بالكرات الدم الحمراء نتيجة إيش تعرض ال RBC إلى هالشبكة بالفايبرين راح تتكسر. طبعا مريض يعني عنده من اسمه هيموليتيك أنيميا اللي مغلوب البي سي في قليل أنيميا قوية عنده الريتيكولوسايت راح تزداد في كل فحوصات الهيموتيك انيميا الريتيكولوسايت تكون زايده الريتيكولوسايت برسنت اللي هي الخلايا الخيطيه الريتيكولوسايت برسنت راح تصير بها زياده. لما يصير تكسر بالكريات الدم الحمراء ايش راح يتحررنا؟ يتحررنا البيلوروبين اللي هو اندايركت بيلوروبين راح يزداد. ونفس الوقت ممكن يتحرر الهيموغلوبين داخل الدم يسمونه هيموغلوبينيميا هيموغلوبين انسايد بلازما هيموغلوبينيميا. لما الهيموغلوبينيميا يتحرر داخل البلازما يروح على الكلية راح يطرح على طريق الكلية يسمونه هيموغلوبين يوريا. يعني المريض ابو الدي اي سي يبول البول مالته احمر يعني هيموغلوبين يوريا يعني يشبه الار بي سي تشبه الار بي سي بس هون ار بي سي محطمه هيموغلوبين ليبريتد يعني هيموغلوبين يتحرر. اشلون فرق الهيماتوريا عن الهيموغلوبين يوريا؟ مريض جاكم عنده حصائي زين بالمختبر وطلع طبعا اليوري راح يكون بلدي يعني واضح كله يدم زين ومدته سنترفيوج اخذ سيدمنت فحاته كله ار بي سي زين. اشنو فرق هذا عن واحد عنده هيموغلوبين يوريا؟ هذا ار بي سي وهذا ار بي سي بس هاي ار بي سي محطم وهاي ما ار بي سي غير محطم. اشنو تقدرون تعرفون من يقدر يجاوبني اشو تفرقون هيموغلوبين يوريا عن الهيماتوريا العاديه؟ احد من الطلاب شطار يجاوب دكتور العفو الهيماتوريا يعني تبين تحت المجهر انه الار بي سي تبين واضحه زين صحيح قبل ما ندحق عليه تحت المجهر قبل ما ندحق تحت المجهر دكتور العفو باليوروبالينوجين اليوروبالينوجين هذا مال جوندس هذا مال اندارك باليوروبين تحول الى جوندس الى يوروبالينوجين هذا بفحص باليوروبين بالادرار يوروبالينوجين بالأوروبين بس احنا اشو نعرف انه هذا هيماتوريا وليس هيموغلوبين يوريا لاحقوا الدم اثنين الحمر يلا حيجاوبني بعد نحن ناخذ البول اشو احمر زين نفره بالسنترفيوج مو تمام ابو الهيماتوريا راح ما هي ار بي سي ار بي سي داخل الادرار البي ار بي سي ديورن راح يستقرون بالبوتم يصفى البول يعني سوبر نيتنت التوب اللي بينه الدرار هذا الفوق راح يصير شوي يبدا يصفى يقلل اللون مالته او يصير كلرليس اذا كان الهيماتوريا قليله
اما هيموغلوبين يوريا لانه عباره عن هيموغلوبين مدافع في الادرار، راح يظل مثل ما هو، يظل احمر. اذا افتر سنتريفيجيشن ذا تيست تيوب كونتيننج هيموغلوبين يوريا ستيل ريد ان كلر. اما افتر سنتريفيجيشن ذا يورين كونتيننج اونلي ار بي سيز وود بي كلير اور ليس ان كلر ذان بريفيوس، قبل ما نعمل سنتريفيجيشن. واضحه؟ اذا بالفرق ابو الهيموغلوبين يوريا راح يظل احمر، اما الهيماتوريا حيبدا اللون يعني يقل او يختفي، يصير ادرار فوق اصفر عادي، واذا كان هيماتوريا قليله ماتوا، خاصه اذا عملت سنتريفيوج فتره طويله، فكل الار بي سي هتستقر جوا وظل الادرار فوق فوق. اما الهيموغلوبين يوريا يظل لانه بتحلل، هذا الهيموغلوبين بتحلل داخل الادرار، راح يظل احمر الادرار. الشيء الاخير طبعا مثلا حكينا قلنا انه عندنا بليدنج تندسي ومورتيك انيميا، والشيء الثالث ثلاث اشياء عندنا ثرومبوتيك، هو قلنا دي اي سي هو عباره عن ثرومبوسس. فهذا ثرومبوسس اذا راح على الكليه، اذا صار عندنا رينال ارتري ثرومبوسس راح يوقف عمل الكليه. رينال ارتري ثرومبوسس يعني تخثر بالشريان المغذي للكليه، صح؟ يصير عندنا اكيوت رينال فيلر. اذا راح الشرايين اللي تغذي الجلد راح يصير ديكروس بالجلد اسمه بوربولا فورمانس. اذا رحنا على الدماغ راح يصير عندنا سي في اي، زين، جلطه دماغيه. اذا راح على ريسبيراتوري سيستم راح يصير عندنا هذا الخطرات، والمريض يصير عنده معاناه حال وحد هسه مثل عندنا حاليا بالكوفيد، ايضا المريض يصير ضيق نفسه، ضيق نفسه لانه تخثرات كثير خاصه عندنا. بدي اسي بعد اكثر، بدي اسي تخثرات كل الجسم يصير ما بس بالرئة. فالتخثرات بالرئة ايضا تعمل لنا ضيق بالتنفس وصعوبه بالتنفس. اسد انتهيت من الموضوع مالتي، اريد افتح النقاش اذا عندكم سؤال. اكو احد السؤال؟ الكاميرا كانت مسدوده. اكو سؤال؟ ما اكو سؤال. اكو طالب سالني دي اي سي ممكن يرتفع اليوريا؟ طبعا ممكن ترتفع اليوريا، هو اكيد ترتفع اليوريا، انه مثل ما قلنا عن راح يساعدنا رينا فيلير بالدي اي سي. بعد سؤال اخر. شكرا عبد الملك، انا نسيت وما علقت الكاميرا. اكو سؤال اخر؟ شكرا غادة. زين، اكو سؤال؟ هذا الموضوع مهم. عفوا نعم، تسمح لي بالدي اي سي ممكن ترتفع اليوريا؟ طبعا ترتفع اليوريا، ترتفع اليوريا اذا طبعا اذا صار عندنا رينر فيلر. طبعا دي اي سي اذا بالبدايه ما يصير عندنا ارتفاع باليوريا، بس لما يصير رينر فيلر، لما يصير تخثر بالشريان اللي هو على الكليه، يوقف عمل الكليه، طبعا ترتفع اليوريا. بعد سؤال اخر. دكتور عايز اسالك بالرسائل، يمكن ما تقرا. ما السؤال دكتور، ما بعض الكبد تاثر فقط على وظائف الطفحات فالعدد ايضا امراض الكبد تاثر على امراض تأثر الكبد نعم، امراض الكبد تاثر على اثنين، بس اكثر شيء تاثر على عدد. ايش وقت تاثر على عدد الاقراص؟ تعال لما نقول احنا نقول مرض الكبد مزمن، يعني كرونيك ليفر ديزيز، عاده مثلا خلينا نقول سيروزز، يعني تشمع الكبد، ابو تشمع الكبد راح يصير عنده تضخم بالطحال، تضخم بالطحال. لما يتضخم الطحال بصوره طبيعيه، يعني عاده ترافق تضخم الكبد مع تضخم الطحال، تضخم الكبد العفو الطحال يعتبر مصنع مع وايضا مقبره، مصنع لكره الدم الحمراء وايضا المقبره لكره الدم الحمراء وكذلك الاقراص. فلما يتضخم الطحال بصوره غير طبيعيه نتيجه تشمع الكبد راح يصير ايضا نقص بالاقراص وايضا ياثر على الوظيفه مالته. بعد سؤال اخر. ما انتبه على الرساله، احكوا لنا مفتوح للنقاش. عفوا دكتور، بس نحن بالعمل البيحه اخذنا انه اول البيحه اخذنا انه من يتضخم السبلين راح تكثر البليتلتس بينه. شلون؟ ايش بيها؟ الدكتور قال من يصير تضخم للسبلين راح تكثر البليتلتس بينه، الصفيحات راح يزيد عدد نتيجه التضخم. انت بيانا؟ نعم دكتور. ايه
دقيقة بنتي. السبلين هو جزء من الريتيكولو اندوثيليال سيستم. زين. السبلين هي السبلين وظيفتها؟ وظيفتها مثلا ار بي ساعة عمرها 120 يوم راح تقضي عليها. الاقراص عمرها 10 ايام 7 ايام 10 ايام صارت قديمة صارت كبيرة شاخت يقضي عليها. نحن السبلين ايضا بينه شويه هيموبويتك تشو بينه جزء من النسيج اللي يكون الدم حاله حال البومرو بالبدايه. هذا في حال السبلين اعتيادي لما يتضخم شويه شيء بسيط هم من راح يظل نفس الفانكشن بس لما يتضخم بصوره كبيره جدا راح يتحول من شيء نافع الى شيء ضار يصير مقبره للايش للار بي سي و هيو سبلين ميجالي هو جزء من هابر سبلينزم راح يصير عندنا نقص بالاقراص والكريات الدم الحمراء والكريات البيضاء يسموها بانساتوبينيا ديو تو هيو سبليوميجري اللي حكى لكم عليها البيحة انه السبلين اذا شلناها في هذا صار عنده هابر سبلينزم تضخم كبير ما طبيعي صار عندنا مقبره كل يوم تخلص لنا الدم لان صارت مقبره ما تفيدنا بعد ايش نعمل؟ نشيل السبلين فاذا شلنا السبلين سبلينوكتومي راح يزداد بليتت اذا افتى سبلينوكتومي راح يصير عندنا بليات زيادة. بالمناسبة الأقراص تزداد بكثير من الأمراض مثل ثرومبوسايتوسيس هابسبلينيزم العفو سبلينوكتوم يقصد نقص رفع الطحال والثرومبوسايتيميا وكذلك عندكم أيضا من نقص الحديد أندفشسي أنيميا أيضا تزداد منه الأقراص عكس الميغال بلاستيك أنيميا تنقص الأقراص بنقص الحديد تزداد الأقراص من يقدر يقلل ايش؟ لما واحد مريض عنده انيميا وعملت له بلاد بيكتشر طلع عنده هايبوكروميك مايكروستيك انيميا وعملت له سيرم فيرتين طلع قليل عنده يعني عنده ادم ديفشنسي انيميا نوبات تشوف الاقراص ما بتقول 300 400 يصير ريلاتيف انكريز ان ذا بليتليت ليش؟ لانه انا اجاوبكم لانه لما سالنا نقص حديد راح سالنا انيميا الاريثروبويتين يبدا يتنشط الاريثروبويتين والثرومبوبويتين لما سالنا نقص اي ماده بالجسم الجسم يحاول يعوض فمن يعوض الهرمونات تفرز عن طريق الكليه اللي هي الثرومبوبويتين والاريثروبويتين فلما يزداد الهرمون نجد نقص الحديد ايش راح يصير عندنا زياده في تكوين الاقراص ايضا زيادة كريات الدم الحمراء وأيضا في نفس الوقت يزيد لنا الأقراص الإيثروبويتين وهيموبويتين. سؤال آخر إذا الطحال لما نشيله راح تزداد الأقراص بس لما من الشيء الطحال لأنه مقبرة راحت هو ما يصير يتحطم الأقراص بالطحال فإذا شدنا من سبليلوكتومي رفعنا الطحال راح يصير لنا الثرومبوسايتوسيس زيادة بالأقراص واضحة بيانا واضحه دكتور بس بهاي الحاله راح تزداد الاقراص بالدوره الدمويه يعني بالدم ايه بالدم انا ما راح يبقى لنا مخزن للصفيحات الدمويه لان هو السبلين المخزن هي ما مخزن انت هي مكان تحطيم هذه البليت تفطر بالجسم تروح على الليف نوست تروح على غير مكان على البومر تفطر فهي لما نشيل الطحال مثلا ده مثلا مريض مثلا لا سمح الله واحد منكم يتعرض الى حادث زين وكار اكسيدنت زين مزق الليفر مات والطحال عاده يشيلوه كلته الطحال ما يشيلون جزء منه لانه كلش بلادي فالطحال كلته انشال لما نشيل الطحال مثلا قبل لما نعمل له سي بي سي قبل ما يصير الحادث كان البليتت مات مثلا 250 في 10 9 بعد ما شلنا الطحال كل ما يعمل سي بي اس يطلع البليتلت كاونت مالته 500 700 مليون يعني 1000 في 10 9 1000 في 10 9 بدل 250 كان طبيعي سي 1000 او 500 او 750 تزداد الاقراص تظل بالدم. بعد سؤال اخر. شكرا دكتور عاشت ايدك. اكو سؤال لان اوقف التسجيل بعد.